تعبيد وتزفيت مداخل وشوارع حي الفستقة في بلدة معربة بالريف دمشق، مشروع حيوي يأتي ضمن سلسلة المشاريع الحيوية الاستراتيجية التي تنفذ بالتعاون والتنسيق الكامل بين مجلس بلدة معربة والمجتمع الأهلي المحلي في البلدة، ومنها مشاريع صيانة الطريق الدولي الواصل بين مدينة دمشق وصيدنايا، ومشروع النظافة والصرف الصحي وتغذية مدارس معربة بالطاقة الشمسية وغيرها. قام المجتمع المحلي بمشروع متكامل بتغذية جميع المدارس الحكومية في هذه المدينة بالكامل بمنظومات طاقة شمسية متكاملة. قام المجتمع المحلي بإنارة الشوارع بالكامل، إنارة الشوارع الاستراتيجية الدولية التي تصل بين المناطق، بين مدينة دمشق وبين مناطق مدن وبلدات منطقة التل، وقام بإنارة الشوارع الداخلية داخل مدينة معربة. قام المجلس المحلي في البلدة بتحسين الشوارع وإقامة بعض المشاريع مثل المشروع الواصل بين معربة والتل باتجاه صيدنايا بقيمة تتجاوز 1 مليار ليرة سورية، ومداخل الفسطة، مشروع مداخل الفسطة بيقوم بها الإنشاءات العسكرية بالتعاون مع المجلس المحلي بقيمة تقريبا 200 مليون ليرة سورية. وكان لمبادرة المجتمع الأهلي المحلي بإنارة مدارس معربة بمنظومة الطاقة الشمسية الأثر الإيجابي الذي انعكس على سير العملية التربوية والتعليمية. المدارس كلها هلأ زودت بالطاقة الشمسية، طبعاً البادرة قام فيها المجلس المحلي طبعاً بدعم من المجتمع المحلي. طبعا الطاقة بالنسبة لنا كمدرسة هي أولوية، يعني احنا أول شيء بالإنارة، والشغلة اللي بدي أحكي فيها هي الأعداد الكبيرة بمعربة، يعني أعداد التلاميذ كبيرة، أقل مدرسة فيها 40 شعبة، مدرستي 60 شعبة، فعندي عدد كبير من التلاميذ. الإنارة بالنسبة لنا جوهرية، خصوصا أنه في عندي بعض الأبنية معتمة. يعني هي مبادرات مجتمعية تأتي بنتائجها الإيجابية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يسهم هذا التعاون البناء بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلي المحلي بإعادة الإعمار والخير للجميع.